أذا وسجلت مملكة البحرين انخفاضا ملحوظا في أعداد الحالات اليومية القائمة بفيروس كورونا. نعم، حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 534 حالة قائمة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 6093 حالة، منها 16 حالة تتلقى العلاج في المستشفى وأربع حالات في وحدة العناية القصوى، هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 1000 حالة إضافية.